هاي الباي ليش ما زيدش اول شيء ما زيدش ما زيدش دير بالك ما بتتجاوز دير بالك يا مو جوهرات خضير الخفاجي قبل اسبوع اخذنا سوار ثابت شو هذا شنو هذا سيم سيم شنو سيم مو ذهب شلون مو ذهب من بالي هالاخ ما حكيت مو مشكله شلون مو مشكله وش قد سعره سعر كل شيء ما مشكله عزيزي انا مو على السعر من جيت واخذته قلت لي بيه سيم مغشوش؟ ايوه انا قلت لها لا تروحين وحدك كنت مريضه شنو؟ بس سهله مو انت مو فد شيء شلون سهله؟ شلون سهله؟ شنو هذا شنو كيلو هذا؟ كيلو ليش انا ماخذه منك كيلو؟ هذا ما حكيته هذا كله سيم هذا شيء سوارات كلها سيم من جيت اشتريت قلت لي مضمون 100% بس ذاك شياش شفتي طابه محل محترم طابه محل محترم محترم بس مو اجي اشتري سوار بداخله حديد كل السوارات بها سيم كل السوارات بها سيم هذا من المعمل انا شاري يعني مشتري منك لو من المعمل كلها يجي من داخل لازم تعرف قلت لي بيه حديد انت لا تصوري نفسك قلت لي بيه حديد اطلع وجهي لا اطلع وجهي ليش ما اطلع وجهي اطلع وجهي اطلع وجهي ليش شنو ليش هاي بايكني لا شنو شنو بايكني هاي تعتبر بوقي انت ليش قصر؟ تعتبر بوقي، ليش قصيت؟ ليه مغشيتون؟ ليش قصر؟ ليه مغشيتون؟ علمني جيت من جيت اشتريته، قلت لي بيه حديد؟ قلت لي بيه سيم؟ ما مجبورة وادي ادري هي شئتكم؟ ادري هي شئتكم اشتريه؟ ساعتي السوداء في يوم الكيتو وطبيعة المحل عندكم اروح اسوي كل شيء اسوي عيب عليك عيب عليك عيب عليك يجي بالقانون ليش بشوف منو ساندكم؟ هاي الباية ليش؟ ما زيدش اول شيء ما زيدش ما زيدش دير بالك ما بتتجاوز دير بالك Thank you.